طيب هنا برضو كلام كثير جدا أنا ما دار أقف معه. مسألة ثالثة وهي مسألة الحجبات. بيجوز الحجبات تلبس تميمة، قال الحجبات ما فيها شيء، كونك تلبس حجاب، حجاب رزق، حجاب مطرة. مرة ناس من أخواننا مشوا جهة النيل الأبيض هنا في الديوان، الجماعة مشوا لفكي قال لي نزل لنا مطرة، قال لهم ادفعوا القروش أول، دفعوا القروش 40 يوما المطرة ما نزلت. شوف الناس بسيطة كيف، ناس تعبانة شديد في العقيدة. قال الجماعة جو المسجد عملوا شمطة مع الشيخ، يا شيخ انت قلت 40 يوم ووديناك قروش الكاش حقت المطر، مطرتنا وينها؟ قال لهم الله في فكي في الحلة الثانية ماسيكا، قال داك ماسك البلف ولا شنو؟ يا ناس المطر بتاعت الله في اولياء بيتصرفوا فيها او بيشاكلوا في الجامع، ناس بيشاكلوا. اخونا جزاه الله خير شيخ نبيل خش الجامع عدى نصيحة، الفكي بتاع الحلة قال له جزاك الله خير حلت لنا مشكلة كبيرة جدا. يا ناس مطر بتاع شنو؟ عشان كده جاء في كتاب طبقات الضيف الله، قال الشيخ كان عنده ولي حوار اسمه مطر، الشيخ مارق من الخلوة بتاعته الديوان يعني، قام قال يا مطر دار الحوار، قال فنزلت المطرة، قال لا ما قصدي قصد الحوار. شوف الكذب ده كيف كذب ودجل على مستوى عالي. المهم كلام طويل أزول لك الزاب بيعلق تعليق الحجبات، ودي يا أخواننا بلوى من البلاوي، ده كله شرك وسحر الحجبات كما ستعرف الآن. بس دارين نرد على شبهة جاءت في كتاب فتح المجيد، ولأنه إنسان بليد ما بيفهم عشان كده يعملت له شبهة. الحجبات يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يعني الرقية من أسماء الشياطين ومن غير الكتاب والسنة، دي شرك. والتمائم اللي هي الحجبات، والتولة فيما يعرف عندنا في السودان بحجاب المحبة، حجاب المحبة كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده كله من الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن 10 رهط أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن 1، واحد ما بايعه. فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، زلدة معلق تميمة ما ببايعه، يعني الإسلام والتميمة والحجاب ما بتلاقوا أصف، الشرك والتوحيد ما بتلاقوا. قال فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ده داري يعني يجيب شبه باطلة ما عنده فيها دليل، داري يجوز لك الحجبات. قال طبعا يا أخواننا الحجبات ألف وباء، وكل كلامه كده الحلف بغير الله برضو يقول لك ألف وباء. قال إما أن تعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها فهذا هو الكفر، أما إذا لم تعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها فهذا ليس شركا وليس كفرا. والكلام ده باطل وتأصيل بليد محمد المنتصر، لأنه لو اعتقدت إنه الحجاب أو اعتقدت إنه الملائكة أو اعتقدت إنه الرسل أو اعتقدت إنه الصحابة أو اعتقدت أي بشر أو مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى ينفع ويضر من دون الله فقد كفرت كفرا أعظم من كفر أبي لهب وأبو جهل. وكان أبو لهب وأبو جهل كانوا يرون أن اللات والعزة ومنات لا تنفع ولا تضر وإنما تقربهم إلى الله. قالوا نحن عندنا ذنوب، واللات اللي هو الصنم ده عبارة عن صورة لرجل صالح كان بيعمل لهم عصيدة في الحج، قالوا الزول ده بيقربنا لله. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا كفرهم وبين أنهم كاذبون أفاكون، فهمت؟ فلو اعتقدت إن الحجاب بينفع ويضر ده كفر نمرة واحد، لو علقته ده كفر نمرة 2، فهمت يا أحمد منتصر الإزيري؟
لكن زي ما قال شيخنا آدم بليد سووا له شنو فهمت؟ قال 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 يعني إذا ما اعتقدت إنها بتنفع وتضر ما في حاجة. وبينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الكذاب محمد المنتصر لذلك ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا البليد هو بليد وكذاب، فهمت؟ طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال يا أخواننا الحجبات ذات أنواع، في حجبات من السحر قال دي ما بتجوز، وقال في حجبات من القرآن قال هذه تجوز بإجماع العلماء كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وطبعا لو لقى زول من أخواننا ما نجيب ممكن يغشوا يعلق له حجاب، عشان كده دي برضو رسالة لأخواننا إنه الناس مفروض تقرأ، وأن زول ما يكون لا في سورو ساكت، لازم تقرأ، أنت سلاحك العلم فهمت؟ والناس ما شغل دافوري بتاع وصف الزمان داك، داك انتهى بدري، الشغل ده بقى لازم تتعلم علم شرعي صحيح فهمت؟ شغل ساكت فهمت؟ والآن ما في دعاة في السودان إلا من رحم الله شغالين الشغل النجيد ده، كلهم الأنصار السنة قلبوها كلها كلام في المؤتمر الأول للأطباء البيطريين. طيب الحمار ده بيعالج منه اللي اسمه محمد المنتصر اللي زيرك ده كويس، أو حبوب موانع الحمل يا زول يا أخوانا. رب النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟ ها؟ شهادة أن لا إله إلا الله ولا موانع الحمل؟ يا زول أنت موهوم، ما موانع الحمل، أول حاجة التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهذه رواية أخرى في البخاري إلى أن يوحدوا الله. ولذلك إذا اجتمع عالم الضلالة وسكوت من عنده الحق فلا تسأل عن ضلال الناس. لذلك أخواننا المسؤولية على كل إنسان عرف الحق، ونحن ما تابعين لأي جماعة ولا أي حزب، أنا برانا كده بس شيوعين بيقول والله نحن مع الطيور، بيقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فاضل لأي ذل، صار سنة صار مهدي فهمت، كله ما بينفع معنا نحن، وده القرآن قال لك كده. وإذا مسكت في الجماعات بس بتبقى إننا في جماعة أنصار وكده، وبتلفلف وتدور وما بتجيب حق الناس يستفيدوا منه فهمت؟ فعشان كده لازم تكون عارف المنهج بتاعك. هنا الشبهة الجابة قال إذا كان من القرآن قال يجوز إجماعا كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب، قال بعدها قام جاب كلام الشيخ قال لكن إذا كان المعلق يعني التميمة من القرآن فرخص فيه جماعة من السلف، يكبر رقم اثنين فهمت؟ أول حاجة قال إجماعا، إجماعا دي معناه شنو؟ معناه ما في فريقين، فريق واحد بس. طيب نشوف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، بعض دي معناه شنو؟ معناه جزء بسيط مش؟ وبعضهم لم يرخص فيه، معناه في شنو؟ في بعض رخص وبعض لم يرخص، معناه ده شنو؟ ده ما يجبع، ده كذب رقم واحد. وهذا الرجل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى شنو؟ إلى النار. فهذا الرجل كذاب ومفتار ومفتري ومحتال. طيب الشيخ محمد عبد الوهاب قال شنو؟ قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه يجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. أول حاجة ما إجماعا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين محمد بن عبد الوهاب ما قال جماعة، إنما قال شنو؟ بعض السلف فهمت؟ أما هذا الكلام الخلاف في الموضوع ده خلاف في التميمة إذا كتبت من القرآن، ما أضافوا لها سحر ولا أسماء شياطين ولا غيره من الباطل، ده قرآن بس قرآن صافي، جبت القرآن وعلقته، ده الكلام النقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وده من أمانة العلماء، العلماء بيذكروا الكلام كله بعد ذلك بوروك الحق. لكن ده زول مجرم، الرد على الكلام ده ذاته الرد عليه، العلماء قالوا ما بيجوز تعليق التميمة وإن كانت من القرآن لثلاثة أوجه. الوجه الأول لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مخصص لهذا النهي، وإذا دار تجيب لي زول يخصص النهي، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى
شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايع ذلك الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. جيب لي حديث يخالف هذا الحديث، ده نمرة واحد ما بتلقى. نمرة اثنين، أن القرآن إذا علق فإنه يؤدي إلى امتهان القرآن. الزول اللي بيعلق القرآن لازم يعني يخش به الحمام، لأنه أنت رابطه من شنو؟ من الشياطين وكذا، صح؟ طيب الحمام ده بيت منه؟ بيت الشياطين، فهمت؟ فأنت إذا علقته برا الجوا حافظك منه، ولك ما بيحفظني الله، وطيب مالك لابسه برا؟ والله في بيت الشياطين يحفظك ما يحفظك برا، يبقى ما في داعي له. ولا تقول لي لا بخش به الحمام، معناه كده انت استهنت بالقران، وده استهزاء وكفر بالقران. فبالوجه ده برضه محرم، ولو كان وجه واحد بس كفايه. الوجه الثالث انه ذريعه لتعليق ما سوى القران من السحر والطلاسم، وهذه هي حجبات الصوفيه. الكلام ده كله من باب التاصيل، لكن الواقع هذا له. ازاهير الرياض ده اللي قاعدين يعلقوه 195، ده اللي بيعلقوه الصوفيه، وده شيخ محمد المنتصر وشيخ البرعي ذاته، فهمت؟ صفحه 195، فهمت؟ هذه لها الحجبات بتاعتهم، هذه لها صفحه 194 بيجي وبيجي اقرا لك كلامه. هذا له، ده قران ده فياته صوره، هنا كاتب في وعامل لها غوص كده وخبي جاي ودال بغادي وعامل مستقيم ومماس. يا زول انت استاذ بتاع الرياضيات، ده قران، فهمت؟ الشيء الثاني كاتب اله يا ها ها يا ها اله ها اله يا، شفت اللعب بالقران باسم الله سبحانه وتعالى، يعني يا الله قام قسمه، فهمت؟ وده كله من الالحاد في اسماء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. طيب نشوف هو قال من القرآن. طيب هل دي اللي تكلموا عنها العلماء؟ طيب قال: ومنها الطلسم الذي أخذه من شيخ القطب السماني قدس سره، فإنه نافع جدا سيما إن كتب في الحجب الحفظية أو لأهل الأمراض الجنية، لكن تكتب قبله البسملة وصلاة اسم نافع. نافع منه؟ طيب قال: والفاتحة إلى نستعين، ياك نعبد ياك نستعين، تقف هنا. وهذه صورته، فهمت؟ ده المدفون هناك في جنب الحصى حصى. قال: ومنها قوله لمن عسر عليه الحفظ، دي الحجبات تحت الصوفية، أن يكتب عليه هذه الآية القرآنية عصر الجمعة وتقابل الكتابة بالنجوم. أنا ما أعرف يقابلها كيف بالنجوم، ثم تمحى عند إشراق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأوقات دين، لأنه دين وقت شنو؟ ها؟ نهى فيها عن العبادة، خاصة الصلاة والسجود. ها؟ خاصة الصلاة والسجود ليه؟ لأنها وقت يسجد فيها المجوس للنار، فقال لك أحسن وقت للحجاب ده وقت الكفر ده. طيب قال: يوم السبت عند إشراق الشمس، يوم السبت عصر الجمعة، ولما تشرق الشمس يوم السبت، ويشير بها وهكذا إلى سبعة أيام، فإنه يكون ممن يضرب به المثل في الحفظ. والآيات المذكورة وهي قوله تعالى: قول الحق وله الملك إلى آخر. ومنها ما رأيته بخطي رضي الله عنه في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آية، قال عددها 2525، يعني 25 25، فهمت؟ دي طريقة طبعا في كتابة الحجبات. ولها من أسمائه تعالى: الله وهاب سريع مجيب مغيث، ولهذا وفق عظيم من إلهام كريم لجلب الرزق وقضاء الحوائج، يقرأ ياسين مرة واحدة والأسماء المذكورة على عددها 73. ده المساكين ساي واحد تلقاه كتبها 73 مرة، يقول لك الآن إن شاء الله هذه المرطبات سوف تكون مزدحمة، وسوف أستاذن الناس لصلاة الظهر لكسرة الزبائن. يقعد زبون واحد يجي وماف، إمتى؟ وكمان الصوفية مجدة حصلوا مرحلة يكتبوا حجبات للباطل وللسوء وللزنا. الكتاب بتاع طبقات والضيف الله في ترجمة حسن وتحسونة، واحدة بتاع الزنا عندها بيت بتاع الزنا الله يكرمك، مشت للشيخ قالت له الزباين قال له اكتب لي حجاب، مش المفروض يوعظها؟ قول لها بنت الحلال انت شغلك كده شنو؟ ربنا قال: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ويبين الله الأدلة، وإن الزنات والزواني يوم القيامة عذاب بيكون شديد إلى آخر، يجيب لها الحديث. قالت له الزبائن قال له: يا أبو الشيخ اكتب لي ورق.
قال كتب لها ورقة فكثر الزبائن جدا. امتى بيقوا في ناس يحجزوا بالطوب وفي كلام طويل جدا يا زول. بعد شوية الورقة بتاعتها تفكت، مشت للواحد اللي بيجلد الورقة، قالت له أبويا، قالت له طبعا الورقة دي يعني جلدها لي لأنه دي عندها شغل براو. اللي بيجلدها فتحها قال لها انت الورقة دي اللي كتبها لك منو؟ قالت له كتبها لي أبويا الشيخ حسن وتحسونة. قال حسن وتحسونة ما نبزك كيف؟ قالت، قال لها حموزة مهيوبة حمراء ومقلوبة تقلب الهوبة في جزائر النوبة. أنا طبعا ما بفسر وإنت ما تقصر الكلام ده، أنا لو قلت لك كلام شين جدا. دي قاعدة دي الحجابات، حجاب تكتب لزول حجاب عشان هنا بيت الزينة يشتغل كويس. طيب قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء، شقش اثنين لو عندك حمى، شقموش اثنين، نموشلخ اثنين، راعي المنخ اثنين، ابو نوخ اثنين، العجل اثنين، الساعة اثنين، الحمى بتروح. طيب وكلام طويل. قال ومن ذلك قال بيقطع البلغم، قال على هذه الجزاء وهي التي جمعها بقولي معز لفكر. يعني تكتب للزول اللي عنده بلغم كثير، عنده قحة خاصة مع ايام الشتاء، قال تكتب له الكلام ده. صفحة 195 من كتاب ظهير الرياض بتاع عبد المحمود نور الدين. قال ملح عطرون. يا ناس يا اخي انا ما امشي اشرب وبدل تكتبوا لي. قال زنجبيل فلفل لبان، انا ما ورى انا بخور ولا بتاع شكلت ولا شنو، كمون رشاد، فياخذها ويسحقها سحقا ناعما. دي الاسماء ده مش تجيب انهن ذاتنا العطرون وكده، لا دي الاسماء ساي في ورقه تكتب زنجبيل والثالثه ملح وتاني عطرون وتاني شيريا، تسحاني مع بعض وتشربين، قال بتروح منك البلغة. يا ناس ده دين، فهمت؟ فالزول ده مجرم ومجدد لدين المشركين. والكلام ده يطول عنده من الأشياء المضحكة المبكية، داير يعمل فوق الود عالم وجاب لي مسألة وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. الود عامل فوق ابن جلا وطلعوا الثنايا، فهمت؟ عامل فوق آخر يعني زول بتاع صيحات. آخر حاجة جابه قال آدمي البحر، قال نصه آدمي ونصه حيوان بحر. انت لقاك مخلوق زي ده في كتاب تاريخ لقاك؟ ها قال مسألة، وده أول حاجة مذمومين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بيسموهم العلماء الأرائيتيين. ابن عمر رضي الله عنه بيّن لزول مسألة، الحديث في البخاري، قال له يا ابن عمر أرأيت لو أن كذا كان كذا وكذا. ابن عمر قاعد بالليل والقمر 14، قال له أترى ذلك الكوكب؟ قال له نعم. قال له اجعل أرأيت في ذلك الكوكب، أمشي خدتها هناك أرأيت. بيجيب له مسائل ما في، فهمت؟ يقول لك لو كلام فارغ ذاته، فهمت؟ قال إذا وحدة مسلمة أو زول مسلم لقى آدمية بحر أو مسلمة لقت آدمية بحر وزنت به، دي قال يقام عليه حد الزينة ولا ما يقام؟ قال لا ما في حاجة، ما يقام عليه حد الزينة، لكن ممكن يعذروا ساي، يعذروا ممكن تنهرهم، فهمت؟ تقول لهم ولا ممكن تقول لهم كاكتاني ما سووا كده، وممكن تقتلهم، ده ما الموضوع بتاعه، انت قاعد شنو؟ فهمت؟ وكلام طويل جدا، وده كله من التحريف للقرآن والسنة. أنا أفتح فرصة لأخونا شيخ مزمل تقدم زين إن شاء الله.